طريق حزني بوسي لا وجود لبكر يحتوي هموم نفسي أنزاوي وفي ذبول أكتاوي أسمع كلمات الأمل لكنني لا أرتوي جهدي كان بلا جمالي جاد ما وعي لم أتخذ قرارا يجعلني أكثر قوة وكأنني أنا من اخترت ذلك. رجاء اصمت، أنت تخيفها، أنا العقلاني هنا وأنا من سيتحدث. لكن هل هو مجنون؟ على ما يبدو. هل أنت بخير يا أبي؟ هل بهذه السرعة تأقلمت مع الوضع؟ هل كل الأطفال بهذا الغباء؟ يا صغيرة كم عمرك؟ أنت لا تعرف عمري، يعني هذا أنك لست والدي؟ أنا والدك للأسف، لو لم أكن كذلك لأكلت هذان الشقيان وأنت كنت تليتيهما. أنا حقا أكرهك. شعور متبادل. هل أنت أحمق؟ لا تتحدث معها هكذا. لا تتحدث عن الحماقة يا من خسر أمام نزومي. لا أحب التدخل، لكننا جميعا خسرنا أمامه. نحن لا نصلح لشيء، حتى ابنتنا خائفة منا. هيكاري تعالي هيا فلنذهب. اهدأ، كل شيء على ما يرام. لست خائفة منك، وخصوصا أنك بني جنسي. هل يمكنك أن تحدثني قليلا عن تاريخنا؟ أجل سأروي لك الكثير عن قصص بطولاته، لكن قبل ذلك انتظري لأحضر لك أفضل لحم مفروم. لا لا لا، ربياني طوال السنين الماضية. هل حقا ربيتما ابنتي؟ أنا ممتن. لقد هربا، لقد أخفتهما بكلامك، لم أتمكن حتى من توديعهما. وما ذنبي إن كانا جبانين؟ هل كل الشياطين تتصرف مثلك؟ إذا كان كذلك فأنا أفضل العودة للعيش مع البشر. لا تهتمي لهذين الاثنين اللذان يزعجانك يا صغيرتي، فأنا أحبك يا ابنتي. أردت أن أودع زنشير ورجل قبل أن نذهب. حسنا حسنا، قد نلتقي بهما مجددا، فلنذهب الآن لنبحث عن شيء نأكله فأنا جائع. انظر يا صغيرتي، هذه وجبة مناسبة لعشائنا الليلة، فلتراقب كيف أقوم بالأمر حتى تتعلمي. بشري، هل هذا هو طعامك؟ وماذا كنت تتوقعين؟ هذا هو طعام الشياطين. مستحيل، لقد كانت تطعمني جدتي طوال هذه السنوات، فلم أتناول بشريا يوما. مستحيل، لابد أنها كانت تطعمك الجثث ولهذا لم تعرف ما كنت تأكلينه. مستحيل. ممتاز، إذن لماذا لا تحاولين تناول شيء آخر؟ جهازنا الهضمي لا يقبل أي شيء آخر. لا أصدق، نحن وحوش. لا تستخدمي عاطفتك، فهذا ليس من شيم الشياطين. والآن راقبيني. انظري يا صغيرتي، هذا هو الكهف الذي أمضيت فيه طفولتك. إذن ما رأيك يا صغيرتي؟ وهل كنت أنام في هذا العراء؟ ألا يوجد شيء أنام عليه؟ أو مصباح أنير به؟ رائع، لقد عاشت مع البشر طويلا حتى نسيت أصلها وصارت تتكبر على العيش في كهف والدها. عزيزتي لا تهتمي له،
سوف أبحث لك عن شيء تنامين عليه وأحضر لك مصباحا فلتكوني سعيدة. حسنا. لابد أن صغيرتي قد جاعت. لحسن الحظ أحضرت لنا طعاما يكفينا نحن الاثنين. لن أكل هذا أبدا. أتتكبرين على هذه النعمة؟ هل تعرفين الجهد الذي بذلته لاصطيادها؟ فقط ابتعد عني، أنا لا أريد شيئا، أنا أكرهك. ستجوعين وتعودين في كل الأحوال. جيل اليوم لا يقدر ما نفعله لأجلهم. غبية. فيولا، أحضري لي الدماء المميزة. آسفة يا سيدي، لكنها نفذت من المخزون. ماذا؟ ولماذا لم ترسلي أحدا ليحضر المزيد؟ فعلت ذلك يا سيدي، لكن لم يتمكن أحد من إيجاد شخص يحمل هذه الدماء. كاذبون، لابد أنهم يحتفظون به لأجل أنفسهم. فيولا، فلتذهبي الآن ولتعلني لسائر الشياطين بمملكة أن أي شخص يصيد شيء عليه أن يحضر لي 3/4 للقصر، وأي شخص يخالف هذا القانون سيسجن للأبد. لكن سيدي، أعتقد بأن هذا الشرط صعب وستضعف قوة المملكة كثيرا بسبب هذا. أنا ملك الشياطين ويجب أن أصير أقوى وأقوى. لا يمكن لهذه المملكة أن تكون موجودة بدوني، أتسمعين؟ لكن يجب أن يكون جنود المملكة أقوياء أيضا. ماذا؟ تكونين أنت تملي علي ما أفعله. خادمتك المطيعة يا سيدي. إذن كفي عن مجادلتي بقراري وأعلني الخبر حالا. في الحال جلالتك. زينشيرو، فلنعد لنتفقد الكهف، قد تكون هيكاري لا تزال هناك. فلتذهبي بمفردك. لقد كانت المفتاح للثروة التي كنت أريد تحقيقها يوما، لكن الآن اختفت للأبد. ما الذي تقصده بكلامك؟ تتذكرين عندما أخبرتك أننا سنتبناها؟ كنت أنتظرها حتى تكبر قليلا بعد، حتى تصير أقوى، ومن ثم سأخذها إلى الغابة لتساعدنا في إمساك الشياطين الأخرى. لكن للأسف ضيعت سنوات عمري وأنا أنتظر حلما لن يتحقق أبدا. حقا يا زينشيرو، كل ما يهمك هو المال، لهذا سمحت لي بتبنيها؟ أنا فقط لا أعرف ماذا أقول، أنت شخص سيء حقا. على الأقل أنا مهتم بمستقبلك. هل تظنين أنني أرضى لأختي أن أراها تضيع شبابها معي لتكسب قوت عيشها؟ زينشيرو، فلتذهبي للإطمئنان عليها. أنا أحب هيكاري لكنني لا أريد أن أراها بهذا اليوم. هيكاري، ما بك يا عزيزتي؟ جل، كيف عرفت أنني هنا؟ كان عندي شعور أنني سأجدك هنا. حسنا عزيزتي، أخبريني ما بك؟ لقد عرفت الآن لماذا يكرهون البشر، نحن مجرد وحوش. هذا ليس صحيحا، لماذا تقولين هذا؟ عندما كنت أعيش معكم تمنيت دوما أن أعيش مع أشخاص يشبهونني، لكن الآن بعدما وجدت أبي اكتشفت أن طعامنا هو البشر. حاولت بالفعل تناول أشياء أخرى لكن لم أستطع ذلك. لا أصدق أن كل ما كنت أكله طوال حياتي كان جذبا لأشخاص حقيقيين. لا تقولي هذا يا عزيزتي، نحن أيضا نتناول الحيوانات الأخرى، هذه سنة الحياة. لكن البشر لطيفون، لا يستحقون الموت بهذه الطريقة. لقد كنت مع أبي ورأيت بعيني كيف يفعل ذلك. أنا لا أريد العودة للعيش معه. عزيزتي، أعرف بأن هذا صعب عليك، لكن الأفضل لك أن تعيشي مع والدك. لقد كبرت الآن بالفعل، لا يمكنك العيش معنا للأبد. لا يعني أنكم لا تريدونني بعد الآن؟ كلا، ليس هذا ما قصدته. نحن سنظل نلتقي دوما، لكن كما تعرفين نحن نعيش في بيتنا مع الكثير من الأطفال ولا نستطيع أن نستضيفك عندنا. لقد قصدت الجدة نفسك، أريد العودة للعيش معها. ماذا هناك؟ لماذا هذا الوجه؟ هل جدة نفسك بخير؟ أنا آسفة لقولي هذا، لكن الجدة نسوكا لم تعد معنا بعد الآن. لماذا؟ أنا لم أكن بالبيت عندما تم الهجوم، لماذا فعلوا ذلك؟ لقد وجدوا في بيتها الجثث التي كانت تطعمك إياها وقاموا برشمها بالحجارة. أنا السبب، قمت
قلت لك أننا مجرد وحوش، أنا لا أستحق العيش في هذا العالم. ليتني أستطيع مساعدتك يا صغيرتي، لكنني لا أملك شيئا لفعله. نازمي، أردت أن أتحدث معك في موضوع ما. أنا مشغول الآن، فلنتحدث لاحقا. فلتتوقف عن عملك دقيقة واحدة فقط واستمع لكلامي، صدقني لن تندم. حسنا، دقيقة واحدة فقط، ماذا تريدين؟ ألا ترى أن ملك الشياطين شخص ظالم؟ إنه يستمر بالهجوم واستهداف البشر المساكين. بالرغم من أننا شياطين، لكن لا يجب أن نتصرف بهذه الطريقة، أليس كذلك؟ كما أن قراراته الأخيرة بشأن المملكة تحمل ظلما كبيرا لنا. وماذا تريدين مني أن أفعل؟ أنا أحاول بالفعل صنع ترياق يغنينا عن أكل اللحوم، هذا كل ما يمكنني فعله. أعرف أنك تبذل جهدك بخصوص هذا الموضوع، لكن هيا، أنت تعمل عليه منذ وقت طويل جدا، منذ عقود طويلة، ولم تتوصل لنتيجة لحد الآن. لقد حان الوقت لتغيير الخطة. وهل عندك خطة أفضل؟ بالطبع، يجب أن تصير الملكة الجديدة للشياطين. الجميع يحبك بالمملكة، وبالتأكيد لن يمانع أن تصير حاكمهم الجديد. هناك ملك شياطين بالفعل. أعرف هذا، لهذا جئت لأخبرك بالخطة التي ستمكنك من أن تصير ملك الشياطين، لكن بالمقابل أريد منك أن تجعلني أميرته. سوف نقوم باغتيال ملك الشياطين، وبالتأكيد سأساعدك لتقوم بها. لست مهتما بعرضك. ماذا؟ لكن لماذا؟ لم يتبقى الكثير لأنتج الترياق الذي أعمل عليه، كما أني لم أقضي على بشري في حياتي، فكيف لي أن أقضي على شيطان؟ لكن يجب أن تفعل هذا. لقد انتهت الدقيقة بالفعل، فلتغادر الآن. استمع إلي فقط. قلت غادري. حاضر. زينشيرو استيقظ، سوف تذهب آن الآن، فلتأتي لتوديعها. أنا أرجوك لا تذهبي، من سيروي لي قصص قبل النوم بعد اليوم؟ سوف آتي لزيارتكم بين الحين والآخر، لا تقلقوا، لن أغادر البلدة، سأذهب فقط للعمل بأحد المنازل. سنشتاق لك حقا يا آنا، فلتهتمي بنفسك. سأشتاق لكم أيضا، اعتني بنفسك وبالأطفال وبزينشيرو. لم أصدق يوما أن هذا اليوم سوف يأتي. آنا، لقد كوننا ذكريات رائعة بعيشك معنا، استمري بزيارتنا كل يوم. زينشيرو، لقد كنت لطيفا معنا جميعا طوال مدة عيشي هنا، أنا مدينة جدا لك. من المؤلم كوني لن أستطيع رؤيتك كل يوم، لكن صدقني سأحاول زيارتكم قدر المستطاع. سأنتظر ذلك بفارغ الصبر، اهتمي بنفسك. مشهد رومانسي بامتياز. اسكتي أنت، الأمر ليس كما يبدو. ممتاز، هذا من النوع الجيد، ربما قد أجد المزيد منه داخل الكهف. يا إلهي ما هذا؟